بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. جرعناها صروف الدهر جرعا، جرعناها صروف الدهر جرعا، جرعناها صروف الدهر جرعا، وقد ضاقت بنا الأيام ذرعا. جرعناها صروف الدهر جرعا، وقد ضاقت بنا الأيام ذرعا. نديمي مدمعي والحزن أنسي، ويصبح بالجوى قلبي ويمسي، فما يجدي التصبر والتأسي لمن قد عاش طول العمر ينعى. جرعناها صروف الدهر جرعا، وقد ضاقت بنا الأيام ذرعا. نديمي مدمعي والحزن أنسي، ويصبح بالجوى قلبي ويمسي، فما يجدي التصبر والتأسي لمن قد عاش طول العمر ينعى. مصاب كان أصلا للمصاب، عذاب كان أصلا للعذاب، ونار الباب باب للمصاب، فوا لهفي لمن أبدي عتابي، وهل يجدي العتاب إلي نفعا؟ أبدا. عذاب كان أصلا للعذاب، ونار الباب باب للمصاب، فما أدري لمن أبدي عتابي، وهل يجدي العتاب إلي نفعا نفعا. بعد، وهل يبر سكاب الدمع كسرا، وهل يبر سكاب الدمع كسرا، لمن ماتت وراء الباب عصرا، ولم تبلغ من العشرين عمرا. وهل يبر سكاب الدمع كسرا، أبدا. وهل يبر سكاب الدمع كسرا، يا يا لمن ماتت وراء الباب عصرا، ولم تبلغ من العشرين عمرا، قضت مكسورة قلبا وضلعا. مو بس ضلعا، قضت مكسورة قلبا وضلعا وضلعا. بعد يا شاعر، تواري جرحها فاطمة، تواري جرحها تخفي أساها، تواري جرحها تخفي أساها، ولم تخبر عليا ما دهاها. تواري جرحها تخفي أساها، ولم تخبر عليا ما دهاها، فتكسر جفنها كي لا يراها، تسح عيونها دمعا فدمعا. أبيات حقيقة مؤلمة. تواري جرحها تخفي أساغا، تخفي أساغا، ولم تخبر عليا ما دغا، فتكسر جفنها كي لا يراغا، تسح عيونها دمعا فدمعا، قضت مكسورة الأضلاع غضبا 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 غضبا، قضت مكسورة الأضلاع غضبا، فالدنيا غدت كمدا وكربا،
والله وكربا يا غا وكربا وكربا والترويعا وإحراقا وضربا. شلون حياتي قضت مكسورة الأضلاع غضبا في الدنيا غدت كمدا وكربا والترويعا وإحراقا وضربا. ولا حام لحق الله يرعى ولا حام ولا حام ولا حام لحق الله يرعى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أود أن أقول كلاما هذه الليلة مو على الطريقة الروتينية، أنه نجي نحضر ونطلع حصلنا شيء ما حصلنا شيء، مو الشكل. أود أن أقول كلاما جديا حقيقيا مهما إن شاء الله تعالى، ويكتسب أهميته من القرآن وأهل البيت عليهم السلام. ولهذا أتمنى من الأحبة أنه يلتفتوا لهذه الدقائق، الله يجزيهم ألف خير. اهتمامنا بكل ما يتعلق بحجج الله تعالى ليس بدعا من بدع الشيعة، يعني هاي مو بدعة الشيعة بتدعوها ويضيعون بيها وقتهم وغير ذلك، وإنما اهتمام شيعة آل البيت بكل شؤون حجج الله على الخلق. هذا الأمر الشيعة أخذوه من قرآنهم، أخذوه من نبيهم، أخذوه من أئمتهم عليهم السلام. أكرر الكلام لأهميته وبعدين أبدي أفصله بالمقدار الممكن اللي يتسع له الوقت، بس اللي أرجو من الأحبة أن يلتفتوا لي. أكرر الكلام لأن الكلام مهم. اهتمام الشيعة بكل شؤون حجج الله، بكل شؤونهم، يعني أقوالهم، أفعالهم، إحياء مناسباتهم، أفراحهم، أحزانهم، كل ما يتعلق بهم. اهتمام الشيعة بكل شؤون حجج الله هذا مأخوذ من الثقافة القرآنية، ومأخوذ مما ورد عن رسول الله، ومأخوذ مما ورد عن أئمة الشيعة، أئمة آل البيت عليهم السلام. هالشكل هذا، فالأمر مو فد شيء اخترعوه الشيعة من أنفسهم يبتكروه اخترعوه، أبداً مو هالشكل، أبداً مو هالشكل. أصل المطلب هذا، هسه يبقى شرحه، الأدلة عليه، بيان بعض تفاصيله، هذا بعد يحتاج وقت من جهة ويحتاج خلق من الأحبة من جهة أخرى يتحملونها الدقائق المعدودة هذه. وإن شاء الله أحاول الليلة أكمل الكلام هذا الأمر، حتى الليلة الآتية موضوع آخر، بعد موضوع آخر، وإذا ما قدرت كالعادة البحث يتسلسل أشوف وضعي. هسه تقول يعود ليش اختارت مثل هذا الموضوع؟ حتى حضورنا بهاي المجالس، إحيائنا لهاي المناسبات يكون عن وعي ومعرفة. هذا ليش إلا يكون عن وعي ومعرفة؟ لأن أمتنا هيك قالوا، قالوا من زار الحسين عارفا. أنتوا الآن جايين بمجلس الحسين، أمتنا ربطوا زيارة الحسين بالمعرفة، يا معرفة المأخوذة من القرآن ومنهم عليهم السلام، من رسول الله ومنهم، هاي المعرفة. أمتنا هج قالوا ربطوا حتى زيارة الحسين بالمعرفة، من زار الحسين، من زار عليا عارفا، من زار الحسين، من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر بالرواية الشريفة. ربطوا حتى إحياء ليلة القدر بالمعرفة، زيارة الحسين بالمعرفة، زيارتهم بشكل عام بالمعرفة. بعدين أقول لكم شيء آخر إذا تلتفتوا لي، هاي علمني قولا بليغا، يقول لي إمامنا العاشر إمام الملك والملكوت علي الهادي عليه السلام، يقول لعلمني كلاما بليغا أقوله إذا زرتكم يا ابن رسول الله. علمني من أزوركم شنو أقول، شنو أحكي، شلون أسلم عليكم، علمني أنت علمني. الإمام انطى زيارة الجامعة الكبيرة،
السلام عليكم أهل بيت النبوة، موضع الرسالة، مختلف الملائكة، إلى آخرها، ثلاث صفحات أربعة، زيارة الجامعة. اللي أنا دائما أقول على المنبر، خزان أسرار ومعارف وعلوم آل البيت بهاي الزيارة، والله اللي يقراها ما أعرف على شنو يحصل. ماكو من مات ولم يعرف إمام زمانه، تريد الإنسان يموت وهو عارف لإمام زمانه؟ ما عليه إلا أن يقرأ زيارة الجامعة. أنا خص لك الطريق بعد، تريد تعرف إمام زمانك اقرأ زيارة الجامعة. ما أتصور أكو عندنا نص على مستوى الروايات والزيارات، نص معصوم يبين مقامات ومنازل ومعارف آل البيت مثل زيارة الجامعة الكبيرة لإمامنا العاشر علي الهادي، رزقنا الله زيارته وشفاعته وخدمته. في الواقع اقرأ زيارة أسان، شو جبته؟ أئمتنا ربطوا زيارتهم بالمعرفة، زيارة الجامعة من أولها إلى آخرها شنو؟ معرفة، والله معرفة، كل حرف بيها معرفة، كل حرف بيها معرفة. بس أنا ما أريد أنتقل لزيارة الجامعة، وتعال بعد شي خلصنا حتى ثلاثة أيالي ما يكفي الحكينا، بعد إذا ندخل أروح أجيب بعض الشواهد على المعرفة في زيارة الجامعة، بعد شي خلصنا ما نخلص. أنا من سنين عندي أمل أبدي بشرح زيارة الجامعة على المنبر وأستمر حتى لو يصير 200 محاضرة، ولكن أتهيب، صار لي سنين أريد أبدي وأخاف أتهيب منها والله العظيم، لكثرة المعارف الموجودة في هذه الزيارة، والله أتهيب وأخاف، أقول خاف أدخل وما أتورط يعني. هتش زيارة الجامعة مو فد نص سهل تاريخنا وتراثنا، متخم غاص بالمعارف. الإمام الهادي مثلاً على سبيل المثال، سيجيب شواهد ببالي الآن، الإمام الهادي عبر عن أهل البيت وأنتم نور الأخيار. نور شنو؟ الأخيار. ابحثوا عن الأخيار في القرآن الكريم، من هم اللي آل البيت نورهم؟ ابحثوا، أنتم ابحثوا. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله يقول عن الأنبياء، يجيب مجموعة كبيرة من الأنبياء ويقول ذول الأنبياء شنو؟ أخيار. الإمام الهادي يقولهم أنتم شنو؟ نور الأخيار. الشكل مثلاً، وهداة الأبرار، من هم الأبرار في القرآن؟ أصلاً رب العالمين يعلمنا بالقرآن أن نطلب منه أن يتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار، يعلمنا أن ندعو ونطلب منه أن يتوفنا مع منه؟ مع الأبرار. في زيارة الجامعة أئمتنا هداة الأبرار، اللي بالقرآن إحنا نطلب من الله أن يتوفنا معهم، أئمتنا هداتهم، والأخيار أئمتنا نورهم. بعد وحجج الجبار أئمتنا، هذا علمني كلاما بليغا أقوله إذا زرتكم يا ابن رسول الله. والإمام الهادي أفاض علي بهذه العلوم والمعارف. أقول قال لا من أزوركم شنو أقول؟ الإمام أنطى نص كل معرفة من زورنا، هذا قوله كل معرفة، السلام على محال معرفة الله. السلام على شنو؟ محال، محال معرفة. شوفوا أقول لكم شيء، القرآن الكريم يقول، تعبت لو أكمل بالكم يمي، يظهر ما البحث يعني ليش نهتم بكل شؤونهم، يظهر مو مال الليل، أنا كنت أتصور بس الليلة وبكرة خالي ببالي موضوع آخر، بس على هالحكي هذا يظهر إذا ما بدينا به أو بدينا وما كملنا بكرة نكمل إن شاء الله تعالى. بس أقول لكم شيء، رب العالمين في سورة الصافات وغيرها يتكلم عن المخلصين، مو المخلصين، عن شنو؟
أكو كلام في القرآن عن المخلصين مخلصين له الدين، وأكو كلام في القرآن عن المخلصين، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. مرة القرآن يتكلم عن مخلص ومرة القرآن يتكلم عن مخلص. يظهر الإنسان أول ما يبدأ مع ربه، يعني يفترض أول ما يبدأ طبيعي هالشكل، ويفترض الإنسان إذا يريد يبدي بداية جديدة مع الله يبدأ بالإخلاص، ويبقى خواص الناس ينتهون بالمخلص، يعني هو يبدأ بالمخلص وينتهي بالمخلص. إبليس بأول الخليقة أعلن عجز أمام المخلصين بأول الخليقة، ولهذا دول بعض أهل التكفير، مشايخ أهل التكفير والتفخيخ والتفجير، يقولون أنت الشيعة العصمة منين جبتوها لأئمتكم؟ جبناها من أول الخلقة، من أول الخلقة جبنا العصمة، بس يظهر أنت تقرأ قرآن ما تفهم القرآن شنو، أنت يظهر أنت ما تفقه آية من القرآن الكريم. أنا أتعجب على بعض شبابنا يدزوا لي رسائل، شيخنا فلان وعلان يقولون يتحدى الشيعة أن يناقشونه وما قاعد تناقشوهم، ليش ما تناقشوهم؟ أنا أتعجب، يعني أتعجب بعض شبابنا، أنا مو من ذاك أتعجب يقول ناقشوني وما ننطي وقت، أنا أتعجب من بعض شبابنا لما يسأل مثل هذا السؤال، يعني وشنو ذولا واحد يناقشه؟ وهذا اللي يقول لك أتحداك تجيب لي آية بأمتكم بالقرآن، هذا شنو أناقشه أنا؟ منين أبدو يا وين أنتهوا يا؟ هذا جاهل يعني، شنو أنطي وقتي؟ شنو سباب شتام مكفرتي شغلة اختصاصة تفخيخ تفجير، أضيع وقتي عليه؟ شنو هذا أناقش؟ نقاش يصير بين سيد عبد الحسين شرف الدين وسليم البشري شيخ الأزهر، إيه هذا نقاش، هذا يسموه نقاش. وبعدين هذا النقاش أثمر بكتاب المراجعات، سيد عبد الحسين وشيخ سليم، اللي شيخ سليم البشري آخر مراجعة قال للسيد عبد الحسين شرف الدين، قال له حجتك دامغة وما مضمونه، يعني ما مضمونه، وأنا أعلن استسلامي أمام حجتك. هذا يسموه نقاش هذا. أما تجيب لي واحد مكفرتي سباب شتام يقول أعطيكم 100,000 دولار طلعوا المهدي من السرداب، هذا 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 جاهل هذا. والله مو عيب تطلب مني وتطلب من شيعة أهل البيت أن يناقشون واحد جاهل مثل هذا، صعلوك مثل هذا، ما مؤدب، ما مؤدب، يستهزئ بوعد الله في القرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، يستهزئ بما كتبه الله على نفسه، كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، يستهزئ بوعد الله وما كتبه الله بهذه الطريقة الشنيعة البائسة، وتجي تقول تعالوا ناقشوا، شو الكلام هذا؟ شنو هالكلام هذا؟ روح شوف لك واحد عالم حقيقي يتناقش بالأدب والاحترام، نعم ماكو كل مشكلة. أما تجيب لي ابن شارع مثل هذا تقول لي تعال ناقشه، شنو أناقشه؟ شنو أنا ضعيف حتى أناقشه؟ محتاج ناس أنا حتى أناقشه؟ تشيع قليل حتى خايف لو ضعيف يو إلى آخره؟ شنو ذولا؟ من هو هذا حتى يتحدى وما يتحدى؟ شبابنا كن سرونا هالوعي أكبر من هذا الحكي. جيب نقاش مع اللي قعدوا مع صاحب ليالي بيشاور مثلا، هاي نماذج وأكو غيرها، وتناقشوا وياه وسيدهم ناقشهم بكل رحابة الصدر وبين لهم الحق اللي عدنا، مو تجيب لي مكفرتشيه وسبابه وشتامه وجعل ناقشهم، شو ناقشهم؟ هذا اللي يقول عن السيده الزهراء احدهم، انا شفته بعيني، شفته انا بعيني شفته وباذني سمعت صوره وصوت على المباشر، يقول اذا ثبت ان الزهراء ماتت غاضبه على الى اخره فالزهراء اخطات. هذا اللي يقول مثل هذه الكلمة البذيئة اللي تدل على نسبة، هذا يتناقش؟ هذا فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب، يقول يجاسر عليها بهذه الطريقة، هذا شنو؟ المهم
العصمة جبناها من أول الخلقة. يقول منين جبت العصمة معاشر الشيعة؟ العصمة لأمتكم منين جبتوها؟ من أول الخلقة جبناها. من أول الخلقة. شلون من أول الخلقة؟ جبناها من اللي إبليس من البداية أعلن عجزه أمامهم، قال إلا عبادك لأغوينها، إلا عبادك شنو؟ من المخلصين. قال هذولا ما أقدر لهم، المخلصون المخلصين أنا هذولا ما أقدر لهم يا رب. ليش ما يقدر لهم؟ ما يقدر لهم يعني شنو ما يقدر لهم؟ يعني ما يعصون رب العالم. ولهذا قال من البداية أنا ما أقدر لهم، هذولا أقوى مني ما أقدر لهم. أنا ما أقدر لهم، أعلن أمامك عجزي أمامهم، هذولا المخلصين المخلصون أنا ما أقدر لهم. هاي منا أخذنا العصمة، من الشيعة أخذوا العصمة من أول الخلقة، من أول الخلقة أكو عصمة وأكو معصومين منا نأخذه. ذولا اللي إبليس قال ما أقدر المخلصين، رب العالمين في آية أخرى قال الخلائق كلها يوم القيامة تحضر للمحاسبة إلا المخلصين ما يحضرون. وفي آية ثالثة قال الخلائق كلها أكو حد لعطائهم إلا المخلصين ماكو حد لعطائهم. ولسوف يعطيك ربك، يعطيك ربك، يعطيك ربك، ولسوف يعطيك، مضارع، يعطيك ربك فترضى. هذا شو يعطيه رب العالمين يوم القيامة؟ شو يعطيه؟ يعطيك 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 يعني مو أرضيك بما أعطيك، أعطيك حتى أرضيك، أعطيك حتى أرضيك. ولهذا شوفون أئمتنا في رواياتهم الشريفة بتفسير القرآن قالوا أرجى آية في القرآن مو كما يقول العامة، أرجى آية في القرآن أنه لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب، في سورة زمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تفاسير غيرنا تقول أرجى آية في القرآن هاي الآية، أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، أسرفوا أسرفوا، لا تقنطوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هاي أرجى آية في القرآن، أكثر آية فيها رجاء ورحمة. هاي أئمتنا يقولون لا، أرجى آية في القرآن آية أخرى مو هاي. شوفوا رواياتنا، أئمتنا يقولون أرجى آية في القرآن آية أخرى مو هاي. شنو؟ قالوا أرجى آية في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى، هاي أرجى آية في القرآن، باعتبار بها الشفاعة، بها فاطمة في الدنيا إن أعطيناك الكوثر، وفيها الشفاعة في الآخرة، وشفاعة النبي كبيرة 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 كبيرة، بحيث هاي الآية تكون أرجى آية في القرآن. إيش قد يشفع النبي صلى الله عليه وآله؟ إيش قد يشفع؟ اللي آية شفاعته أرجى آية بنظر الأئمة، وهو الحق، هو مظهر لرحمة الله. أنا هم أقول لكم حكاية أخرى. ما أدري، مو حتى عندنا بالروايات ويقول المفسرون الله عنده رحمة رحمانية عامة وعنده رحمة رحيمية خاصة، لو أنا مشتبه ها؟ إيه بالرحمن الرحيم، بالبسملة، بسورة الحمد، أول سورة الحمد الرحمن الرحيم، قالوا رحمة رحمانية شنو؟ عامة تشمل كل الخلائق والموجودات، وأكو رحمة خاصة لله تعالى بعباده المؤمنين الأخيار، يعتني بيهم عناية خاصة. حتى أكو آية في القرآن كذا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين كذا يتقون إن لم تخن الذاكرة أو كذا. أكو رحمة عامة وأكو رحمة خاصة، رحمة رحمانية ورحمة رحيمية. بالقرآن الكريم رسول الله تجلي الرحمة العامة الإلهية والخاصة، إيه بالقرآن الرحمة العامة وما أرسلناك إلا شنو؟ رحمة للعالمين، للعالمين الرحمة شو راح تصير؟ فأنت يا محمد رحمة عامة، عامة للعالمين. الرحمة الخاصة عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
رحيم، من هو الرؤوف الرحيم؟ النبي، النبي هنا أنا. زين بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة عامة يا رحمة خاصة؟ بالمؤمنين رحمة خاصة، وهناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة عامة. فرحمة الله الرحمانية العامة تجلت بحبيبه، ورحمة الله الرحيمية الخاصة تجلت بحبيبه، ولهذا آيته ولسوف يعطيك هي أرجى آية، لأنه تجلي الرحمة العامة والرحمة الخاصة صلى الله عليه وآله. فبما اللهم صل وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو، فبما رحمة وما أرسلناك إلا رحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. وين ما يجي النبي تجي الرحمة. زيارة الجامعة الكبيرة إمامنا الهادي يعبر عن أهل البيت معدن الرحمة، أصول الكرم كذا كذا، يقول معدن الرحمة، أنتوا معدن الرحمة. شوف شلون تعبير معدن الرحمة، معدن الرحمة أنتوا، تجلي الرحمة أنتوا، معدن الرحمة أنتوا، انتبه لي. حتى في روايات الأمة يؤتكم كفلين من رحمته، قالوا الحسن والحسين. شوفوا الروايات يا أخي، راجعوا التفاسير الروائية الأثرية، تأكدوا من كلامي هذا. قالوا الحسن والحسين، كفلي الرحمة الحسن والحسين في القرآن. راجع برهان سيد هاشم البحراني غيره، راجع. هذا مقصود كلامهم، مقصود. الخلاصة ذولا المخلصون لهم شأن خاص، ما يحضرون للمحاسبة لأنهم من المخلصين، إبليس ما يقدر لهم، من المخلصين، كذا كذا كذا. واحدة من أهم شؤون هؤلاء في سورة الصافات، سبحان الله عما يصفون، يعني الله منزه عن وصف الواصفين إلا عباد الله المخلصين. ذولا مخولون حصرا بوصف الله وتعريف الله لعباده، المخلصون استثناء، استثناء. زيارة الجامعة الكبيرة، السلام على محال لمعرفة الله، يعني أنتوا المخلصين اللي استثناهم في سورة الصافات، أنتوا على رأسهم. شفرات، شفرات. ولهذا أقول هاي زيارة عظيمة تحتاج شغل، كل فقرة بيها تحتاج شغل. السلام على محال لمعرفة الله، قبل تأخذك سورة الصافات، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، ذولا يصفون الله حصرا، اللي يصفون الله ويعرفونه حصرا عبر عنهم علي الهادي بالجامعة محال معرفة الله، يعني أنتم المخلصون. لأن بس المخلصين يعرفون الله لعباده. يقول الإمام الهادي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، يعني أنتم المخلصين. لأن اللي يوصل كل هاي المعارف في سورة الصافات هم المخلصون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصون، بس دول. البقية ما مخولين بوصف الله لعباده، هم ما يعرفوا شلون يصفوه، ما يعرفوا، ما يعرفوا شلون يوصفوه، فاقد الشيء لا يعطيه. شوف خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام، كلامها عن التوحيد وعن معرفة الله وغير ذلك، بداية الخطبة الفاطمية. شوف أرجع الأصل كلامي، أول كلام أنه حجج الله على الخلق الاهتمام بكل شؤونهم، بكل شؤونهم. هذا الشيعة ابتدعوا، اخترعوا، يا الشيعة أخذوه من القرآن الكريم، أخذوه من رسول الله، أخذوه من الأئمة الأطهار عليهم السلام. ليش تجيب هذا الموضوع؟ حتى هاي المجالس نحييها بوعي ومعرفة، حتى الشاب من يحضر بهذا المجلس يعرف ليش حاضر، شنو السبب، مصدر حضوره شنو، على شنو حاضر. الزهراء نحيي ولادتها ونحيي شهادتها بكم مناسبة،
وهكذا المعصومين فرحا وترحا، ونهتم بأقوالهم وأفعالهم وكل شؤونهم وكل ما يرتبط بهم. على شنو؟ ليش؟ سبب شرعية ذلك منين مأخوذة؟ الشاب إذا ما يعرف بكل هذا ويسأل عن شي جاوب مثلا، شنو يقول مثلا؟ على شنو احنا نحيي هاي المناسبات ونقعد ونحضر؟ أشوفه كلام مهم هذا، لابد تكون أكو فكرة بأذهان أحبابنا عن الموضوع. زين، على هذا الأساس أبدي بالجواب، ويظهر الليلة ما راح أقدر أكمل الكلام كله بهذا الموضوع، فأقول ما يسع ما يتسع له الوقت، وبالليلة الآتية إن شاء الله تعالى نكمل الكلام. وأتمنى من الأحبة الحضور، إن شاء الله ما تعبوا الأحبة، ما تعبتهم إن شاء الله. أبدي بالجواب على هذا السؤال. شوفوا أحبابي، في ثقافة القرآن الكريم، خلينا نبدي بالقرآن، في ثقافة القرآن الكريم، إذا إنسان وظف كل شؤونه لخدمة الله تعالى ولخدمة دينه، تكون كل شؤون هذا الإنسان مهمة ومدعاة للاهتمام. هكذا الأمر في الثقافة، في صميم الثقافة الدينية، أكرر، هكذا الأمر في صميم الثقافة الدينية. وشنو تقولي تاني؟ إذا إنسان وظف كل وجوده، كل كيانه، كل شؤونه، كل أقواله، كل أفعاله لخدمة الله ولخدمة دينه، هذا الإنسان شؤونه كلها تكون ذات اهتمام بالثقافة الدينية. نقطة، راس سطر، لا تعبني ولا تعبك. حكي واضح يا مو واضح؟ واضح. تسألني تقول لي يعني شلون وظف كل شؤونه بخدمة دين الله؟ شلون يعني؟ أنا أقول لك شلون. أوضح هالمعنى من خلال آية قرآنية، ومن أكمل الكلام بالآية القرآنية أنتقل الآية أخرى، أنه شلون إذا وظف شؤونه يكون مورد اهتمام في الثقافة الدينية. فصار عندنا مرحلتين، مرحلة أولى كيف يوظف شؤونه لخدمة الله، مرحلة ثانية وين بالقرآن هذا يصير مدعاة للاهتمام والاحتفاء والتكريم والتعظيم وغير ذلك. ما الحكي واضح؟ أبدي بالمرحلة الأولى. إن صلاتي وشنو؟ ونسكي، طبعا نسكي تشمل صلاتي لو مثلا نسكي عبادتي، فتشمل شنو؟ زين، على شنو بعد صلاتي ونسكي؟ هو إن نسكي لما يقول نسكي يعني كل عباداتي، بعد صلاتي ونسكي ليش؟ يقولون لي أهمية الصلاة. ذكر أمر خاص ومن بعده ذكر أمرا عاما، ذكر خاصا وذكر عاما. أجيب لكم مثال آخر قرآني، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من أشهر الآراء في كتب التفسير أن السبع المثاني شنو؟ سورة الحمد، الفاتحة، من أشهر التفاسير أنه سبع المثاني سورة الحمد. زين، والقرآن العظيم بعدها شنو محله من الإعراب؟ هو آتيناك القرآن العظيم، لما يقول القرآن العظيم يشمل السبع المثاني لو ما يشملها؟ بعد شنو سبعا والقرآن؟ هذا الخاص اللي ذكره وذكر العام، شنو يقول؟ هاي لأهمية سورة الفاتحة والحمد، خصت بالذكر لأهميتها لثقلها، خصت بالذكر وإن كانت هي من ضمن القرآن العظيم، ولكن لأهمية هذه السورة رب العالمين خاصة سبعا من المثاني والقرآن، مع أنها من القرآن. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هاي لا إيش تفهم منها؟ تفهم من هاي الآية؟ ها؟ أن الإنسان يوظف
كل وجوده، يوظف كل كيانه، يوظف كل شؤونه لمن؟ لله. فإذا نجح بذلك وبأعلى الدرجات، شؤون هذا الإنسان كلها تكون شنو؟ مهمة ومدعاة للاهتمام والاحترام والتكريم والذكر وغير ذلك. وهذا ما يفعله الشيعة تجاه أئمتهم، لأن أئمتهم شنو سووا؟ وظفوا كل وجودهم لمن؟ أجيب مثال هسه. طبعاً الحكاية على المنبر سهلة، صلاتي نسكي محياي مماتي لله، شو على المنبر أنا أقولها سهلة، أنت بتسمعها سهلة، بس بالواقع أنا وياك يعني مو الشكل، يعني كل شيء موظفي لله أخو، يعني الأنبياء الأئمة الشكل وبدرجات، وأعلى الدرجات النبي وآله عليهم السلام. الأنبياء لما وظفوا كل وجودهم لله، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب موسى. سؤال هسه يقول ذولا كلهم أنبياء، غير نبي اذكر وين؟ أئمتنا مو أنبياء، نبينا نبي صح، أبو الزهراء سيد الأنبياء صح، أئمتنا مو أنبياء، هذا الذكر هنا للأنبياء. لا، نفس سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، واذكر مثل ما اذكر موسى، مثل ما اذكر إبراهيم، مثل ما اذكر إسماعيل، اذكر في الكتاب شنو؟ مريم نبي. وما أرسلنا، الله يقول للنبينا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، رجالا من آدم إليك. الأنبياء اللي أرسلناهم كلهم شنو؟ رجال، ليس فيهم امرأة، مريم امرأة، فمريم مو نبي، مريم إمام، مريم مو إمام، مريم حجة من حجج الله، وهي لا نبي ولا إمام، امرأة مصطفات، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، بس لا نبي لا إمام. القرآن الكريم مثل ما يقول عن إبراهيم النبي الإمام اذكر، ويقول عن موسى النبي من أولي العزم اذكر، ويقول عن إسماعيل النبي الحليم اذكر، يقول عن مريم اللي هي لا نبي لا إمام، حجة من حجج الله، وظفت كل وجودها لله، اذكر 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 اذكر، وذكرها كل نفع وفائدة وبركة. اذكر يا محمد، اذكر اذكر. زين، فاطمة سيدة مريم، فاطمة شنو؟ سيدة مريم. فاطمة سيدة مريم مو بس عندنا احنا الشيعة، حتى عند غيرنا. روايتان في البخاري عند غيرنا، مسؤول امامكم ان شاء الله بكره موجود، اذا الليلة بحثتوا ما لقيتوهن بكره حاسبوني، قولوا ما موجودات، ماكو شيء مخفي. يعني روايتان في البخاري على الأقل الآن شايفهم روايتين، هسه لعله أكو بعد مورد ثالث أنا ما شايفه ممكن، بس بحدود مطالعتي موردين. المورد الأول فاطمة سيدة نساء الجنة، ومريم من أهل الجنة ومن أهل الجنة، فاطمة سيدته، أم موسى من أهل الجنة فاطمة سيدته، خديجة عليها السلام من أهل الجنة فاطمة سيدته، حواء من أهل الجنة فاطمة سيدته، آسيا من أهل الجنة فاطمة سيدته، ومريم قلت أول شيء مريم قلت، وغير شيء، أكو امرأة من أهل الجنة النبي يقول بالبخاري فاطمة شنو؟ هذا النص الأول، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذا النص الأول. النص الثاني في البخاري، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ هاي موردين في البخاري، أنا مسؤول أمامكم، ابحثوا عنهن، الكتاب عندك ابحث به، ما عندك بالأنترنت ابحث، شوف كلامي دقيق ولا، على الأقل أنا شايف موردين بالبخاري، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ايش أكو مرض طب الجنة فاطمة سيدته، من الأولين والآخرين فاطمة سيدته. زين، إذا كانت مريم اذكر،
سيدتها شنو؟ سيدتها شنو؟ سيدتها شنو؟ سيدتها شنو؟ زين إذا موسى اذكر في الكتاب موسى سيده محمد شنو؟ نفس محمد علي بن أبي طالب شنو؟ روح فاطمة الزهراء شنو؟ ريحانة الحسن شنو؟ ريحانة الحسين شنو؟ اذكر ثقافة اذكر في الكتاب، اذكر اذكر. الأمور واضحة، ما يشوفها أكو خلل عده. الخلل وين؟ خيروح هو يبحث عنه. وده الحكي واضح، الحق واضح، علي مع الحق والحق مع علي واضح، علي بن أبي طالب واضح، فاطمة الزهراء أمرها واضح بين، الحسن والحسين أمرهم بين واضح. أنا أتعجب على اللي ما يشوف هذا الحق، والله أتعجب. سيدا شباب أهل الجنة ثابت عند كل المسلمين، يجيبوا لي فلان وعلان سيدا كهول أهل الجنة، كهول الجنة بيها كهول، حتى كهول واضح، الحق واضح، والانتحال واضح، والانتحال هم واضح، كلش واضح. هذا مبين حق، هاي مبينة، خلوها قدام ذيك. والخلاها مو خبير، مو أبو خبرة، لو أبو خبرة شارتبها بشكل أفضل. كلش مفضوحة، كلش مفضوحة. فاطمة سيدة نساء الجنة، فاطمة بضعة مني بين ذيك وياها، حكي نبوة. فاطمة روحي التي فاطمة، ثريد الطعام، ما شنو فضل الثريد على الطعام بالطرف الآخر، ثريد على الطعام، ثريد شنو طعام شنو، بين ذاك وياها ما مرتب. هاي ثقافة اذكر، إنسان إذا يوظف كل شؤون لله، اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، اذكر. ليش اذكر إبراهيم؟ إبراهيم صلاتي نسكي محياي مماتي لله. إبراهيم ذكر القرآن عن لسانه أسلمت لرب العالمين، لما قال أسلمت لرب العالمين اذكر في الكتاب إبراهيم. لما وظف كل وجوده لله، إبراهيم كل شيء يرتبط به مهم، فكون يذكر ويحتفى به. وهاي طولت الظاهر، طولت، لا لا طولت، بكرة نكمل، خلص بكرة نكمل إن شاء الله تعالى، طولت كثيرا. خو ما ضوجتكم ترى الجواب بعدها، أنا عندي آيات مهمة بعد بالاحتفاء بحجج الله، بعدني ما وصلت للمطلب الحقيقي اللي أنا محضرة، صدقوني بعدني ما وصلت. بكرة إن شاء الله تعالى حتى نجاوب على السؤال بشكل كامل، حجج الله ليش نحتفي بهم؟ ليش نهتم بكل ما يرتبط بهم؟ ليش؟ هذا بكرة إن شاء الله نكمل الجواب، وخصوصا اللي أريده. يعني أكو بالقرآن احتفاء بتفاصيل حجج الله، حتى التفاصيل القرآن يذكرها. هاي وين؟ الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. إذا الإخوة إجوا ما عافوني، ما أدري. فاطمة الزهراء حياتها وشهادتها كلها لله.
ولهذا فاطمة الزهراء كنت تذكر ليلا ونهارا سرا وجهارا، لهفي لها لقد أضيع قدرها. المرجع يقول، العالم يقول، يقول لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها. تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد عن البيان، ما نقدر نحكي أصلا. وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجوني مما به جنت يد الخؤوني، ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، خزانة الأسرار. بعدين يتأذى هذا العالم يقول وجاوزوا الحد بلطم الخد. بعد هاي صارت كلش يعني، جاوزوا الحدود كل هذولا يعني، وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي. بعدين شنو يقول؟ ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى، لقد جنت جاني على جنينها، لقد جنت جاني على جنينها، فاندكت الجبال من أنينها. شلون حكاية؟ لقد جنت جاني على جنينها، فاندكت الجبال من أنينها، بسد الباب من يحكي سمعته، يا بس سمعت الرجس شتال للمحسن عرفت. جايب شر هذا عرفه، الرجس شتال للمحسن عرفت، لذت بالباب لكن ما فتحت، يا لذت بالباب لكن ما فتحت، عصرني وكسر ضلوعي بعصرته، يا بعصرني وكسر ضلوعي بعصرته، يا خايب ليش للمحسن كتلت، يا ابويا جن كل الناس مديون، وجو للبيت للعتبة يطبون، لذت بالباب تسترني من العيون، اعصروني وانا خلف الباب يدرون، اعصروني يا ابوي اعصروني وانا خلف الباب يدرون يدرون يدرون. اجا امير المؤمنين الفاطمة قالت بشي الليل نهار، ذول اهل المدينة جاوا اشتكوا يمي، جاوا اشتكوا، على شنو اشتكوا؟ شو مسوي انا ابكي على ابويا؟ قالوا لها ما يقبلون، يقولون فاطمة اذتنا ببكائها. قل لها يا امير المؤمنين لو تبكي الصبح للمغرب، يوم من المغرب للصبح، اما اثنيناتن تبكي ما نقبل، اذتنا هذا بكيها اذان. قالت له الله اكبر، يعني حتى ابكي على ابويا هم يرضون؟ قالها ما يرضون، شو نسوي؟ قالت له زين، والحل يا امير المؤمنين؟ انا الا ابكي على ابوي. قالها الحل راح اطلعك خارج المدينه تبكين عن النبي، اطلعك الصبح اجيك المغرب، ومن المغرب للصبح ابكي بالبيت على ابوك، لان هم قالوا لو هتشي وقت لو هتشي. وانت شايف هتشي حكي؟ قاعد تسمع الحكي شلون يعني؟ حكي غريب يعني، غريب. قومك يا يابا ما رعوني، وخلاف عينك لوعوني، خذوا نحلتي وبتشوا عيوني. انا اكثر شطر يؤذيني بهذا الشعر هذا، خذوا نحلتي وبتشوا عيوني، هذا هذا، وبرا المدينة طلعوني. تشوف الحكي شلون؟ برا المدينة طلعوني، حتى بالمدينة ما بقون. سوالها بيت الأحزان، بيت الأحزان الآن ضمن البقيع، البقيع ما كان بهالسعة، توسع بيت الأحزان. أهل المدينة الله يعزهم ويحفظهم أب عن جد يعرفون مكان بيت الأحزان. أنا أذكر من رحت قبل 10 سنين قالوا لي، قالوا هذا مكان بيت الأحزان بالبقيع الآن، هم متوارثي كابر عن كابر يعرفون المكان. هذا كان خارج المدينة يعتبر هالشكل، فسوالها مثل البيت هنا أو كذا، يأخذها الصبح يجي عليها المغرب يلقاها مخلصة من البكي، مخلصة مخلصة. تعرف شنو مخلصة؟
تريد توقف على رجلها ما تقدر. يجيبها من يجيبها توصل يوم قبر أبوها تقول له مر بي علاقة، قالها الله أكبر. من الصبح الهسة قالت له مر بي مر، تقول له دار للأحزان من بعدك بنيت. هاي وقفها على قبر أبوها. حكي يوجع القلب وحق الحسين. بويا والقمر قبل لي على اعتنيت، ملت مثل الغصن وعليك انحنيت، وساعدت وداعك تغير لوني. كافي، رجع للبيت، ترجع للبيت، ارد اختم، ترجع للبيت. فاطمة لا تبكين، خلي الحسن والحسين زينب أم كلثوم ينامون ابكي، لأن إذا يسمعوك خاف ما يقدرون ينامون. قالت له ما يخالف، سكتوا يعني ناموا، ترجع تبكي. زينب تقولها يا بعد عيون زينب ليش تبكين؟ ما نايمة. شنه اليوجعك يما اشتهيسين، أشوف أنك على ضلوعك تأشرين. وهذا بيت الدعاء، احنا بحمى الحسين وبجوار الحسين، هذا لابو السجاد اهديه. يا بعد عيون زينب ليش تبكين، شنه ليوجعك يما اشتهيسين، اشوف انك على ضلوعك تأشرين، وللباب بعيونك تصدين. قلها زينب يا زينب يا ضوى العين، يما أوصيك بوصيتي. ليش قلت لك هذا البيت لأبو السجاد؟ يما أوصيك بوصيتي، لا يوم يما يغدر البين. وين يغدر البين؟ لا يوم يما يغدر البين، وتلتم عليكم ناصبي، تلتم عليكم ناصبي صبي، انكشفي لي صدره وشم الحسين. يما كشفي لي صدره، كشفي لي صدره وشم الحسين. عجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من خدامه، من المستشهدين تحت لوائه.